مرحبا معكم سلام كروجي ماستر فيلم ميكر، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تعليم ادوبي بريمير. اليوم راح نتعلم كم شغله او نكمل اللي تعلمناهم قبل. ففي اشياء حارجع شوي باللي قبل، حقلكم هذه الشورت كات في لها كمان على فينا نربطها بشيء تاني. مثل شو؟ خلينا نغوص بالادوبي بريمير حتى لكم بالضبط شو. افترضنا هلا خلينا اعمل شيء جديد. هلا هون حرتب مثل ما قلت لكم السيكونس، بحطهم بالسيكونس. خلينا نضب هيدي هون صوت، بعمل فولدر بسميه ميوزك. تمام، هيك عندي انا اشياء مرتبه فبحب اشتغل هيك. مهم، خلينا هلا زوم اوت. طيب فيديوز مثلا، خلينا الفيديوز كلهم نعملهم بالسيكونس الجديده. فانتبهوا هلا صار السيكونس وينا موجودة جوا، فكيف بحطها بالسيكونس. تمام، هلا انا عندي هول الفيديوهات شو ما كانوا. خليني انا بدي اعمل يعني بلا ما اشوفهم هلا. خلينا افترضنا مثلا عملت اد سريع مثلا هيك 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 هيك، هولي كلهم عم يشتغلون بالكيو والدبليو بشكل سريع. مثلا هذا الفيديو ما بدي اياه، بعمل هيك شيفت ديليت. تمام، طيب وهذا كمان ما بدي اياه، شيفت ديليت. هذا الشيء بسيط، خلينا اقصر. مهم شو ما كانت، بشكل عشوائي. تمام، بدي اعمل فيد سريع لكلهم سوا. مثل ما قلت لكم كنترول اي مثلا هو كلهم، بعمل سيلكت كنترول دي يلي هو الفيد، فكل شيء موجود بهالسيلكشن نعمل له فيد. يعني وان في كات نعمل له فيد، وان في ان وان يعني في فراغ هون عامل له فيد. خلينا نشوف يحيى افندي من العمال اللي كانوا يشتغلوا. طيب هون كنا فتنا. تمام، هلا انا عم بحكي على الصوره بس شو بدي اقصد. خلينا نمحي الصوت. كيف بمحي الصوت لحاله؟ بكبس الت، بعمل سيلكت لهذا للصوت وبمحي. تمام، صار عنا هلا فيد. هلا انا ما بدي هذا الفيد، يعني ما بدي الكروس كروس ديزولف يتطبق. بدي انا مثلا الادكتيف ديزولف او كروس سوري، بدي الديب تو بلاك مثلا او اي شيء. طيب كيف بقى بشتغلون هول او كيف بدي اطبقها على الكنترول دي؟ طيب خلينا نعمل كنترول زد اول شيء. خلينا نحط صوتنا كمان، خلينا نروح على الافكس مضطر لانه بدي وصل لمحل مطرح ما هو الديزولف. افترضنا انا بدي الادكتيف ديزولف يكون على بالكنترول دي اللي انا بشتغلها مثلا، لانه هلا اعطيني بالكروس ديزولف. فشو بعمل؟ بروح على الادكتيف ديزولف، بكبس رايت كليك على، بحط سيت سيلكتد از ديفولت ترانزيشن. فبكبس عليها ولاحظوا انه علام ازرق هون، وهون في علام ازرق هذا للصوت، لانه ف هيدا للصوت وهيدا للصورة. مستحيل يكون في اثنين ازرق بخص الصورة لانه كنترول دي وحدة وافكت وترانزيشن وحدة. فادكتيف ديزولف هلا اذا بعمل سيلكت اول هون، انتبهون بدي اكبس هون علم لكنترول اي وكنترول دي، فبتطبق علي ترانزيشن وبتلاحظ انه اسمه ادكتيف ديزولف. هلا اذا بعمل مثلا فيلم ديزولف رايت كليك سيت سيلكتد، يعني بصير هون سيلكت، مش يعني انه هي حتتغير هون، بس بتدل الترانزيشن اللي طبقتها. مثلا بعمل بلاي شوف، بتاكد انه ادكتيف ديزولف. وقلت لكم ادكتيف ديزولف بيعمل كروس ديزولف بس في وايت اكتر، يعني بيلمع. تمام، بتاكد انه هلا فيني مثلا بالفيلم ديزولف بدي بارت منه ما بديش كلهم، مثلا بدي اياهم هول كلهم ادكتيف ديزولف، بس بدي انا هول ثلاثه يكونوا فيلم ديزولف. كيف؟ قلت لكم قبل سابقا بعلم على بارت منهم كنترول، بكبس دلني كابس كنترول وبالسلكشن لهون بكبس كنترول دي لحاله بتطبق الفيلم ديزولف. لو حتى هن موجودين في ترانزيشنز حيكون ترانزيشن واحد عم يشتغل، ما في ادكتيف وفيلم ديزولف مع بعض، حيصير هذا فيلم ديزولف. يعني بتحسوا انه هولي شبه بعض. خليني مثلا نغير، حط ديب تو بلاك يلي هي تكون السات ديفولت، سات سيلكتد از ديفولت ترانزيشن.
بكبس كنترول بعلم عليها كلهم هول كنترول دي صار عندي ديبتو بلاك وبنفس الوقت عشان سرع هون ديبتو بلاك وهيدي اديكتيف ديزولف يعني هيدي ديبتو بلاك بدل ما اشوف الفيديو لحتى يوصل على الاديكتيف ديزولف. طيب هيك بالنسبة للصوت خلينا نعمل كنترول زد رجع الصوت. بالنسبة للصوت نفس الشيء رايت كليك سات سيلكتد اس ديفولت ترانزيشن. هلا بدي اقول لكم انا هون شو الفرق بين كونستانت جين كونستانت باور اكسبوننشال فيد. راح لكم اياها بطريقه انه شو النتيجه تبعيته. الكونستانت جين وهو انا بستعمله اكثر من الكونستانت باور واكسبوننشال فيد. الكونستانت جين بتحس الصوت قوته بطريقه تدريجيه وناعمه، اما الكونستانت باور بتحسه هيك اخذ وقته شوي ووطي، يعني كيف كانه واحد فضل باور تبعه يعني البطارية مشيت وخلص فجأة انه قررت تفضى بشكل تدريجي بس بشكل اسرع. مهم يعني الباور هيك ماشي ووطي فجأة. الكونستانت جين بيوطى بشكل تدريجي وناعم، اما الاكسبوننشال فيد يلي هو اخر واحد تلت واحد بيوطى بشكل اسرع تدريجيا هيك بشكل اسرع وبدله مكمل هيك نايس لا يروح. ف شكل الاكسبوننشال بكون هيك، اما الكونستانت جين بيمشي بهالطريقه هيك، الباور بيمشي هيك وبينزل. فخلينا نطبق حتى نفهم مزبوط. هلا انا بدي احط هون كونستانت جين حاسمع الصوت، اكيد بدي اعلي الصوت مثلا لحتى اسمع مزبوط لانه هون واطي. في عندي بس اكبس على فيني مثلا اعليه من هون، بدي انتبه لهيدي ستوب واتش شيلها حتى ما بما انه يعني مش داعي بس انه فينا عليها من هون. وفي طريقه تانية اذا بس كنترول زد لحتى رجع كل شيء فينا عن طريق الكيبورد على الصوت ووطي بالاوبن براكت وكلوز براكت يلي هي الايكون حط لكم اياها على الشاشه. ففيني اكبس كلوز براكت يلي بعلي الصوت فيها، اوبن براكت بوطي الصوت فيها. فبهالطريقه بعلي الصوت ووطي. هيك بك علت الصوت. خليني اسمع constant gain كيف عم يعطيني نتيجة. هيك بتحس الصوت تدريجيا وطي. حجرب هلا ال constant power بحسه كيف هيك يعني ما حبل بس إلو يعني إلو محلات ممكن نعوزها. بس أنا أغلب الأشياء أو يعني اكتر استعمالي هو الكونستانت جين. حفرجيكم الاكسبوننشال فيد يلي هو قليل كتير معوزه فشوفوا كيف. لاحظتوا كيف كوتي فجأة وراح. هلا الاكسبوننشال فيد الا استعمالاتها بس اغلب الاوقات انا اللي بستعمل كونستانت جين يلي هو سموث اكتر من باقي. يعني بعمل فيد اوت للصوت الموسيقى مثلا كونستانت جين، والصوت فيك تستعمله مانيولي. حالكم طريقة شو تعملوا هلا بشكل مانيول، يعني انا بدي اعمل فيد بطريقه مانيول وبطريقه اللي انا بستعملها. وفي اشياء حعلمكم كيف تعملوا هيك سموثمنت للفيد تبعه. هلا حامحي انا هون هالشيء اللي حطيته. بدي استعمل كبر اجباري لانه بدي اشتغل على هذا الخط. هذا الخط عبارة عن فوليوم. طيب اذا انا بوطيه بكون وطيت الفوليوم، فبلاحظ انه هون وطي. ممكن وطيه اكتر بلاحظ انه وطي. فخليني مثلا على الاخر. هلا لحتى اعمل فيد فيني مثلا انا اعمل نقطة هون اجباري الفيد. بدي يكون عندي داتا بحط نقطة هي تحفظ الداتا يلي هي 6 دي بي. ولا اخر شيء خلينا لهون مثلا وطي الصوت على الاخر ماينس انفينيتي اللي هو بالاخر. فلا يكون على الشكل هذا اعطيني اياه نفس الشكل هون. طيب هيك انا الصوت بكون عندي وطي يعني بشكل تدريجي. خليني اسمع وشوف. تمام كتير حلو. طيب خلينا اعطي احلى واجمل واكتر يعني يكون هيك سموث اكتر. هلا انا ما حاشتغل هون، فينا اعمل كنترول زد كنترول زد. خليني اشتغل على هالشي لهون. هلا كيف فينا انا احط دوت واشتغل على اساس مثل ما عملت هول دوت ستوب واتش. خلينا مثلا نكون مطفي هيدي حتى اكون انا
عم بشتغل بلا شيء. فيني من هون مثلا بكبس كنترول بيعطيني شكل بلس، شفتوا؟ وبكبس على الخط هيدا اعطيني دوت، وبيجي للاخر مثلا بكبس كنترول بيعطيني شكل الدوت، شكل بلس سوري. فوين ما كان حط لو كبست هون، طيب خلينا اكبس هون. فشو بعمل هذا الدوت؟ فيني وطيه للصوت وفيني زيحه يمين شمال، بقدر اعطي انا ال وين يخلص او وين نقطة الصفر تبع الصوت تبدأ. خلينا احطه للاخر هون، هذا الشكل اللي اعطيني اياه مثل ما اشتغلته فوق. طيب وعدنا يا سامر انه نعمل سموث للصوت، يعني يكون الصوت ناعم لما يوطى هيك. شو الطريقة؟ هاكبس كنترول واكبس عليها، شو حيصير؟ اعطيني هذا الشيء، اعطيني نقطة زرقاء هون اذا بتلاحظوا، حامل كنترول زد، شفتوا كيف كان شكل الكيرف؟ فبكبس كنترول بس كليك على هيدي بيعطيني هذا الشيء. هذا الشيء انا بقدر من خلال هالنقطة الزرقاء اللي هون اذا بعمل هيك وهيك هذا الصوت بيوطى شكل تدريجيا بصير. بنفس الوقت كمان هون اذا بكبس كنترول وبروح على النقطة هيدي وبكبس على النقطة بيعطيني كمان هون. فهيدا الشيء بقدر اعمل سموث. فكيف السموث للصوت؟ بهالشكل انا بعطيه شكل حرف اس معكوس، معناته انه هون الصوت هيك وطي بشكل هلا بيوطى اسرع ويجي هيك شوي شوي لهون. خلينا اعمل تيست شوف شو صار. طريقة خيالية سموثمنت تبع الصوت. فيني مثلا نكبر الصوت اكتر، بكبس الت لحتى انا بوسع الصوت اكتر لبرا، ماشي. فيني اعمل فايد للصورة بجي للاخر هون، او بكبس كنترول بعمل سيلكشن، كنترول دي لحالة تعطيني فايد لهون، بس انا عامل الديفولت تبع ديب تو بلاك. خلينا احطه كروس فايد لانه ديب تو بلاك بيعطي اسرع. مثل ما عملناها قبل سيت ديفولت، فينا غير الترانزيشن. والصوت ما في داعي نحن نعمل كنترول شيفت ديليت لانه نحن عم نعمله مانيوال، عم نتعلم هلا مانيوال. ممكن انت تستعمل كنترول شيفت ديليت اسرع من هالشغله، بس هول الطرق بروفيشنال اكثر، لانه اذا بدك تتعامل بمحلات معينه مثلا في فويس اوفر بدي وطي الصوت سموثمنت، يعني يمكن الكونستنت جين ما عم يعطيني النتيجه اللي انا بدي اياها، بس بضطر استعمل مانيوال. انا بضطر استعمل مانيوال اوقات بكثير من الاوقات كمان. هيدا الدوت الصفر، نقطة الصفر هون ببلش، خلينا نرجع لاخرها هون. فهلا الصوت بحس انه احلى صار، خلينا مش انه احلى صار، انه بطريقة وقته اخذ وقته لحتى نزل وبالشكل اللي حنشوفه مع الفيديو. تمام، هلا لحتى فهمكم الاكسبوننشال فيد الشكل بيعطي هذا الشكل الفيد، مش هاد الدرجة هيك، هيدي نتيجة الاكسبوننشال فيد اللي انا ما بحب استعملها. الباور بكون هالشكل اخذ، بس بهالطريقة هون هيك، هيدي الباور كونستنت باور. اما الكونستنت جين بياخد الشكل الاس يلي هو نحنا هيك، بس نحنا فينا نتحكم قديش هو، قديش فينا نعمله سموث. فينا نخليه مثلا هيك وبهالشكل هيك، وفينا مثلا نقصر شوي نخليه هيك، نوطي هذه هيك، عندكم الحرية تشتغلوا اللي بدكم اياه. فكتير مهم تشتغل مانيوال بمحلات معينة، خاصة اذا كنت عم تشتغل شيء عن جد انت بدك اياه يطلع كتير برو. فكل شيء مانيوال عم تشتغل فيه معناته انه انت عم تعمل شيء برو. طيب هلا اذا انا عم بدي هذا اللي هون بدي اعمل له ريسيت، يعني بدي اشيل النقطه هيدي، فيني اكبس كنترول دبل كليك عليها بترجع لمحل لينير، بقولوا نحن لينير بوينت، انه ما فيها بازير او ما في ايز لتعملها انت هيك. فبكبس دبل كليك مع كنترول بيعطيني الشكل هذا، واذا بدي ارجع كل شيء لمحله ففيني اجي من هون اكيد برجع شوي او من هون طفي هيدي
اوكي وبرجع الصوت مثل ما انا بدي او فيني على الصوت من هون وطي الصوت من هون اللي بدي اياه اعمل هيك برجع كل شيء اوريجينال وبرجع على ال كنترول شيفت دي بما انه انا عامل سيلكت لها بكبس كنترول شيفت دي فحيطبق لي الترانزيشن تبع الصوت. طيب هلا حاكتفي لهون وصراحه اذا بتلاحظ على حالك انه انت تعلمت اشياء وصلت بنص دائره الاديتنج يعني انت هلا قادر تشتغل بروجكت لحالك وتعمل اديتنج صح وبعد في اشياء كمان لازم تتعلمها انه مثلا لتعطي جماليه اكثر للفيديو تبعك كيف لقطه مثلا هذه بقدر اعملها وحقلكم لبعدنا انه حاعطيكم شوت مثلا اذا كنت مصورة او جايبها من حدا فيلم معين مثلا او حدا عملها كيف فيك تعملها هيدي حدلكم كيف تعملوها كيف نعمل هاكس لأي سين منشوفها انا عن طريق موفيز او دعايات او بلا 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 مو مكانه فبدي لك اياه تخيل حالك انت وصلت لمحل انه قطعت شواط كتير بوقت قليل يعني بظرف كم حلقة انت صرت قادر تعمل فيديو لحالك من قبل وهلا صرت تعطي الفيديو بجمالية اكتر فاللي عن جد بيميز هذا الديتوريا مش لانه انا عم بعطيه بكل تواضع لا بس انا عم بعطيك اياه بطريقة انه خلص عيشتك الاديتنج وخليتك تعمل اديتنج منك لحالك وخلص يعني بعد في ايه بعد في فانا مني رايح لمحل قاعد هون عم بعطي دروس وبعد في اشي بدنا نتعلمها وساعدني انت كمان بالسبسكرايب لايك شير كومنت فما تبخل علي بهالموضوع ومنكتفي لهيدا القدر بشوفكم بحلقة تانية باي.